اهلا بحضراتكم. في 15 يناير 1971 افتتح السد العالي، ومع افتتاح السد العالي كانت فتحة خير على كل المصريين. كانت فتحة خير لانه ببساطة انا بتحدث عن انقاذ مصر من موسم من اصعب مواسم الجفاف. الموسم ده بيمتد تقريبا طول الثمانينات من 81 لغاية 86-87. في نفس الوقت ده كان الاثيوبيين بيعانوا جدا، وكانت هناك مجاعات في المنطقة اللي فيها اثيوبيا والدول المجاورة. المهم في ظل ده كان المواطن في مصر لا يشعر بأي شيء، وكان السد العالي مخزون طبيعي جدا يكفي مصر لسنوات عجاف، بل يحمي مصر من فيضانات بعدها، فيضانات في سنة 1999 و98 و2001. يعني كان وقت صعب جدا. المشكلة ان البعض ممكن ما يعجبوش اي كلام ايجابي عن فترة يعني نفذ فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر او عمل هذا الانجاز. حضرتك مختلف مع هذا الرجل اختلاف شخصي مفيش مشكلة، مختلف معاه في انتماءات ايديولوجيات مفيش مشكلة، مختلف معاه في حروب عملها في دول اخرى مفيش مشكلة، لكن لما تيجي تتكلم على ايجابية لازم ما تنكرش تلك الايجابية، لان حضرتك جزء من وجودك النهاردة وجزء من استقرار مصر النهاردة هو بسبب هذا الرجل. فمعنى ده ان احنا لازم نتحدث بكل انصاف عن اي حد عمل للبلد اي شيء في وقت صعب، لان حضرتك لا تدرك ظروف انشاء السد العالي وكيف كان السد العالي مؤثر جدا. سد تكلف 500 مليون جنيه، في وقتها كانوا يعملوا 1500 مليون دولار، يعني مليار ونص دولار. المهم ان السد عمل جدوى اقتصادية مهمة جدا، دخل مصر في السنة حوالي وقتها 300 مليون دولار او 300 مليون جنيه من ارباح الزراعة، ودخل مصر ايضا عائدات من الكهرباء حوالي 100 مليون جنيه، بالاضافة للفوائد الاجتماعية اللي عاشتها مصر وعاشها سكان جزر ومناطق مجاورة لنهر النيل، كانت غير يعني قابلة للزراعة، ما بقولش غير صالحة ولكن غير قابلة، يعني ما كانتش ينفع تزرع فيها، بالإضافة لإنشاء كورنيش النيل المتعارف عليه. وجود الكورنيش ورونق وبريق لهذا الكورنيش ما كانش موجود قبلها. المهم إن احنا كمان بيستمر السد العالي في حمايتنا من تداعيات خطيرة جدا للملء الأول والثاني والثالث لسد النهضة، والمزمع أيضا هناك ملء رابع. تخيل إن أنا النهاردة بتحدث عن موضوع في منتهى الخطورة. لما بتحدث عن ملء أول بتكلم في حوالي 3 مليار، ملء تاني بتكلم في حوالي 5 مليار أو العكس، ثم ملء ثالث بتكلم في حوالي 14 مليار، المجموع 22 مليار متر مكعب موجودين في بحيرة إثيوبيا. 22 مليار دول رقم كبير جدا، يعني حضرتك ما حسيتش بأي تأثير، لأن هناك أيضا سد عالي كان يعتبر مخزون أو مخزن طبيعي لهذا الكم من المياه الموجود خلف بحيرة السد. فالنهاردة حضرتك لازم تدرك انه الوضع يعني اصبح مهم جدا ان احنا نناقش هذا الموضوع الهام. الفكرة النهاردة مش بس الموضوع توقف على ده، من ايام بسيطة نزل عباس شراكي الخبير المائي او الخبير الجيولوجي بعض الصور اللي بتتحدث عن استعداد اثيوبيا للملء الرابع. ازاي هتستعد اثيوبيا للملء الرابع؟ ببساطة هم عندهم الممر الاوسط لتصريف المياه. الممر ده المفروض انه بيستمر في تصريف المياه بشكل طبيعي بعد امتلاء البحيرة من الملء الثالث، ولكن عشان يسرعوا انه المياه تنصرف من فوق الممر بشكل اسرع وبالتالي يجف الممر، ففتحوا بوابات مجاورة للتصريف. قدرة كل بوابة 50 مليون متر مكعب، يعني الاثنين هما بوابتين بنتكلم عليهم الاثنين يعملوا 100 مليون متر مكعب، وبالتالي ايراد البحيرة نفسها في شهر يناير بحسب كلام عباس شراكي بنتكلم على 26 مليون متر مكعب مية في اليوم الواحد. انت بتعمل تصريف من الفتحات حوالي 100 مليون، وطبعا تقدر بسرعة انك بهذا المعدل تجفف الممر الاوسط، لانه طبيعي خلاص انا عندي مية بتأتي اقل من المية اللي بتنصرف، الممر الاوسط يجف تبدأ اثيوبيا تعلي في الممر اكتر واكتر عشان تخزن المستهدف، وبالتالي تخلص في خلال 3 سنين. النهارده انا بتحدث عن ملء رابع مزمع. هذا الملء كل ما زاد، يعني ارتفاع السد كل ما زاد كم التخزين، ما بتكلمش بقى على زياده بالمعدل العادي، يعني زياده الكم مع اتساع البحيره. الحركه كل ما بتعلى لفوق كل ما البحيره بتزداد عرضا، القاع من الاسفل بيكون اضيق، الارتفاع من فوق بيكون اكثر اتساعا. فبيقول الخبير المائي عباس شراكي انه كل متر مكعب ارتفاع خرساني في الممر الاوسط او في جسم السد انت بتتكلم في تخزين مليار متر مكعب مية، وممكن اعتقد ان الرقم يزيد عن كده كمان. لكن حضرتك النهاردة
الوضع أصبح في منتهى الخطورة، ومعه بتخرج مصر والمملكة العربية السعودية ببيان خطير. هذا البيان معناه أن المملكة العربية السعودية بتعلن أنها لن تصمت كثيرا أمام الوضع الإثيوبي، رغم العلاقات السعودية الإثيوبية الجيدة، ورغم الاستثمارات السعودية في إثيوبيا، ورغم اعتماد الاقتصاد الإثيوبي في جزء كبير منه على استثمارات السعوديين. لكن النهاردة السعودية بتقول أنه السعودية أو المملكة العربية السعودية تقف مع الأمن المائي المصري. طبعا ده جه في خلال البيان المشترك على مستوى وزارة الخارجية. خد بالك أنا بتحدث عن مستوى عالي جدا، تقدر تعتبر ده تاني أعلى مستوى بعد مستوى الزعماء، مستوى وزراء الخارجية. فالمملكة بتقول دعم المملكة العربية السعودية الكامل لأمن مصر المائي باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. لم تكتفي السعودية بذلك، بل أضافت في البيان أنه بتقول كده دعوة إثيوبيا للتخلي عن اتخاذ أي خطوات أحادية في ملء وتشغيل السد. بل أضاف البيان أنه دعوة إثيوبيا للتحلي بالمسؤولية للوصول لاتفاق قانوني وملزم بخصوص السد، تمهيدا أو تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2021. بيان قوي جدا من المملكة العربية السعودية بيعكس طبيعة العلاقات السعودية المصرية. النهارده البيان خرج زي ما قلت لك وزير الخارجيه المصري وزير الخارجيه السعودي، وطبعا المفروض انه يكون في اتفاق ملزم يصل بالاطراف، لان اثيوبيا تلبي طموحها من التنميه، وكمان لا يضر او لا يسبب ضرر بمصالح مصر والسودان المائيه. لان النهارده اثيوبيا عشان تحقق مصالحها المائيه، عشان تحقق مصالحها التنمويه، بتحتاج انها تضر بمصالح مصر المائيه، وده طبعا واضح التعمد في هذا وعدم الاعتراف بالحصه الموجوده لمصر على مدار السنين الماضية. يعني النهاردة الموضوع مش مجرد سد، عشان كده الموضوع أصبح له أبعاد جيوسياسية خطيرة. المملكة العربية السعودية ومصر النهاردة أو بالأمس في خلال اللقاء كمان تحدثوا عن فكرة الموضوع مش متعلق فقط بالأمن المائي لمصر، الموضوع متعلق بأمن العرب. يعني النهاردة الملف الليبي كان على طاولة النقاش، الملف الليبي تحدثوا فيه عن ضرورة عدم التدخل التركي بإرسال مرتزقة، وضرورة سحب كل الميليشيات اللي موجودة على الأراضي الليبية، وإن يكون الحل داخلي ليبي. نفس الملف السوري، إن يكون الحل من داخل سوريا ومنع أي تدخل خارجي ومنع أي عدوان على سوريا، وضرورة احترام السيادة السورية. وبالتالي في الملف الليبي برضو نفس الفكرة، عدم التدخل التركي وإيقاف أو يعني إبعاد الميليشيات، إخراج كل الميليشيات من ليبيا. وأشادوا كمان بالدور اللي بيقوم به مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية، لأن النهاردة الوضع في ليبيا وضع لا يحتمل في الوضع السياسي، في التوترات السياسية داخل ليبيا. وبالتالي الموضوع مش بس توقف على الملف الخاص بأمن مصر المائي، النقاش كان حول يعني أشكال مختلفة، العراق، حول سوريا، حول اليمن، والحديث عن يعني الممرات المائية اللي احنا اتكلمنا مع حضراتكم فيها قبل كده، وتحدثنا عن أنباء عن إرسال الجيش المصري قوات داخل مضيق باب المندب. النهاردة خرج البيان بهذا الحديث أو هذا الكلام اللي فيه بيتحدثوا عن القلق البالغ والشديد والميليشيات اللي بترسل أو بتهدد الممرات الدولية. طبعا بيتحدثوا عن ميليشيات الحوثي باليمن. فالبيان كان قوي جدا ما بين الدولتين، طبعا قوة العراق وعودة العراق للعافية، وقوة الدولة العراقية والتماسك والصلابة الوطنية لعودة العراق لدعم الأمن القومي العربي. أيضا القضايا الفلسطينية اللي كانت محل نقاش ما بين الجانبين. لكن بكلمك على ملف سد النهضة، إذا حدث خلال فترة قادمة، الخبير عباس شراقي بيقول أنه مع العملية دي، عملية تكفيف الممر الأوسط أو فتح البوابات، بوابات التصريف، ده معناه أن توقف عمل التوربينات الموجودة في السد. إذن الهدف واضح جدا، أنا ما بتحدثش عن توليد كهرباء، يعني السد لم يلبي حتى الآن الغرض المزمع من إنشاؤه، وهو تغطية احتياجات إثيوبيا التنموية. كل اللي بيعمله السد هو قطع المياه عن مصر والسودان. خد عندك كمان المعلومة دي، السودان خلال الفترة القادمة، لو إثيوبيا قطعت المياه عن السودان في الفترة القادمة، فالسودان هتعاني جدا في الفترة القادمة، لأنه المخزون المائي في سدود السودان لا يلبي الاحتياجات المائية طول كل الفترة دي، من يناير أو من نهاية يناير حتى منتصف الصيف القادم. ممكن كمان أنا بتحدث عن موعد الفيضان لما بيجي، السد المفروض أنه بيمتلئ، مع الامتلاء ده بيتأخر الفيضان عشان يقتل السودان. تخيل حضرتك لما السودان تقعد
من يناير لغاية أغسطس أو لغاية تقريبا أغسطس لما تقعد لهذا الوقت بدون أي تدفق مائي من نهر النيل الأزرق، تخيل ده يكون وضعه إيه بالنسبة للسودان. بالنسبة زي ما قلت لك لل 26 مليار أو 26 مليون متر اللي بيجوا في اليوم، دول معظمهم أو جزء منهم من بحيرة تانا حوالي 10 مليون، والباقي بيجوا من أودية ومن مناطق أخرى حوالي 16 مليون، ده أيضا بكلام الخبير عباس شراكي. فأنا بتحدث عن وضع إثيوبي يعني في منتهى التعقيد. هذا الملف مش بس أنا بتحدث على السودان، مصر كمان متأثرة جدا، لأنه هذا الوضع إذا كان بيؤثر على السودان فبيؤثر أيضا على مصر. ولكن زي ما قلت لك في البداية، السد العالي بيؤجل أو بيخفف شوية من حدة التوقع أو من حدة صعوبة الموقف على مصر، لأن السد العالي مخزونه كبير جدا بيتخطى 130-140 مليار متر مكعب. هذا المخزون بيقدر يحمي مصر في أوقات صعوبة، ولكن النهاردة مع الضغط المائي المصري ومع الفجوة المائية في مصر ومع الاحتياجات المائية في مصر أصبح الأمر صعب جدا. عشان كده تجد الدولة أحيانا يعني بتتجه لمشاريع تبطين الترع، اللي أنا قلت في أحد الحلقات السابقة أن أنا أتوقع هذا المشروع أنه يتوقف، لأنه قبل حتى موضوع منع التدفقات الدولارية أو منع الاستثمارات بالدولار في المشاريع المصرية القومية، لأنه هذا المشروع يعتبر يعني من المشاريع التي ليست ذات أولوية قصوى في خلال هذه الفترة الحرجة الاقتصادية، لكن هو مشروع مهم جدا أيضا لأنه بيعمل توفير لكم كبير جدا من المياه وبيخدم أراضي زراعية مهمة. وحتى أنا هنا بختلف مع الخبير عباس شراكي، لأن الناس كلها تحدثت عن أهمية هذا المشروع وعن دراسات جدوى الدولة عملتها. لما حضرتك تيجي النهاردة تقول لي أن المشروع ده لا يوفر مياه لأراضي زراعية، يبقى أنت هنا بتتحدث عن دراسات جدوى غير ناجحة أو فاشلة من الدولة تبنتها في تنفيذ هذا المشروع. المشروع اللي بيتكلف 80 مليار جنيه في 20,000 كيلومتر، ولكن اللي تم منه حوالي 5500 كيلومتر. فأنا بوضح لحضراتكم الموضوع ببساطة ووضوح. هذا الموضوع الخاص بملف سد النهضة هو قضية أمن قومي مصري، وإن شاء الله خلال أيام قادمة خلال فترة قادمة نجد حل آجل أم عاجل لهذا الكابوس الذي يسمى سد النهضة، واللي طبعا بنسميه سد الخراب. بشكر حضراتكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.